ياسمين اللي جوزها اللي بتسأل، يعني حكت القصة اللي هي جوزها اخوها من غير ما ياخد رأيها جوزها الواحد، والواحد دي ده يعني دي قصة او طويلة من شوفي، الكفاح. احنا لما بنقول بقى، لما بنقول لآية دلوقتي، آية شوفي، لما بنقول لآية دلوقتي ما تتجوزيش الشخص لأن عشان ما تبقاش زي عشان ما ياسمين. تبقاش نفس يحصل نفس السيناريو ده. بالنسبة لياسمين، ياسمين انت لازم تعرفي ان انت بتتعاملي مع شخص اجنبي، يعني ما ينفعش ان يكون بينكم خلوة. خلوة يعني ايه؟ مقفول عليكم بمفتاح، محدش يقدر يشوفكم او حد يقدر يدخل.